الحمد لله تحصلت على المركز الأول في ظروف مناخية جد صعبة، ونحب نشكر قيادة الجيش الوطني الشعبي على جميع إسهامات للرياضة التي تعتبر رقم واحد بالنسبة للفرد العسكري. جرت الظروف اليوم لسباق الرياضات العسكرية في ظروف جيدة جدا، وبذلنا كل المجهود من أجل إنجاح هذه المسابقة، والحمد لله تحصلت على المرتبة الأولى في الصنف أكثر من 40 سنة.